مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث، نبدأها بكلمة لابد منها. في شبه دولة تحكمها دويلة، هناك جهابذة في الفساد وعباقرة في السرقة ومبدعين في الكذب والرياء. تصوروا أنهم يحضرون خطة جهنمية للكهرباء، وتخيلوا أن تيار الكهرباء المنتظر عجل الله فرجه، حددوا موعد خروجه من سراديبهم في العام 2025 تحديداً، وفي هذا العام المجيد سيكون عندنا في الجمهورية اللبنانية التي تأسست في العام 1920 سيكون عندنا كهرباء 24/24. البعض من جماعة الـ24 ديني ما زالوا يصدقونهم، ومنذ أن تسلموا وزارة العتمة والعطش وهم يسرقون ويهدرون أكثر من 40 مليار من دولارات العمسام. وجماعة الـ24 ديني من شعب لبنان العظيم، لا كهرباء لديهم ولا مياه، وهم كالشاطرين يدفعون 3 فواتير لكل منها، وعلى قلبهم أحلى من العسل. بدنا نتحمل بعض، بدنا نتحمل الإنجازات العظيمة. المرفأ لزم ودماء الشهداء لم تجف بعد، والتحقيقات جمدت، وشكراً للعم ماكرون، ورد الجميل له واجب، وهو الذي شكل حكومة النجيب بوزرائها الميامين. أما في خصوص الترسيم ومفاوضات الإطار لدولة الرئيس الذي نطق اسم دولة إسرائيل جهاراً، فنزف إلى اللبنانيين أن الشباب بدأوا بتأسيس الشركات لتقاسم الغنيمة المتبقية من حوض قانا والخط 29 الذي قدموه لآموس ليقدمه لإسرائيل، ومعهم يقدمون بخيانتهم العظمى آلاف المليارات والأمتار إلى الجارة العدوة. عجل الله خلاصنا منكم. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث، نبدأها بأهم العناوين. الرئيس النجيب يشارك في مؤتمرات للأمن في ألمانيا، وأمن بلاده مفتت ومسيطر عليه من إيران. متى يستفيق الحس العام عند سلطة الفساد والهدر والسرقات ويعود ترامواي بيروت والنقل بالقطار؟ سويسرا الشرق أصبحت بفضلكم فنزويلا الشرق، وعاصمتها وضاحيتها قندهار الشرق، أيها الممانعون. وفي الجولة أيضاً، حيدر بعد ريان، كم من الأطفال سيموتون بسبب إهمال سلطاتهم وبسبب تخلفهم؟ جو بايدن يتحدث مع حلفائه شارحاً رؤيته لصد الهجوم الروسي على أوكرانيا. هدنة هشة قد تستمر حتى نهاية الأسبوع بعد المطاردات البهلوانية التي استهدفت حاكم مصر في لبنان رياض سلامي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. الانحسار النسبي للعاصفة جاء بعدما بدأت الأصداء وردود الفعل الحادة على هجمة الاستهدافات تنذر بارتدادات خطيرة على العهد ومجمل الأوضاع في البلاد سياسياً ودستورياً وطائفياً. وكانت الساعات الماضية قد شهدت جملة اتصالات سياسية لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لأن الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي وإجهاض خطة التعافي الاقتصادي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ. واحتجاجاً على ما يتعرض له حاكم مصر في لبنان، أعلنت المصارف الرئيسية في لبنان أنه بمجرد توقيف سلامي ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها البلاد، رفضاً لنمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكيشوتية مع القطاع المصرفي، مذكرة بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 تشرين الأول 2019.
هذا وكشف مصدر وزاري بارز أن رئيس الجمهورية ميشيل عون أخل باتفاقه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحييد حاكم مصر في لبنان ووقف ملاحقته إلى حين تقطيع المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي يراد منها تأمين انتقاله إلى مرحلة التعافي المالي. وقال للشرق الأوسط إن المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لم تطلب إحضار سلام للاستماع إليه في الدعوى المقامة ضده من تحالف متحدون من تلقاء ذاتها، وإنما هناك من يوفر لها الغطاء السياسي وتحديداً من غرفة الأوضاع المرابطة في القصر الجمهوري في بعبدة والموالية على بياض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. إلى ذلك رأى النائب السابق لحاكم مصر في لبنان غسان العياش أننا أمام مشكلة نقدية ومصرفية لا شبيه لها في تاريخ لبنان والعالم، وأشار إلى أنه في قانون النقد والتسليف من غير المسموح أن يسلف المصرف المركزي الدولة، واعتبر من جهة ثانية أن القاضية غادة عون تتحرك ضد حاكم مصر في لبنان في قضايا فردية، لافتا إلى أن تصرفها أساء إلى الجمهورية اللبنانية والقضاء والمصرف المركزي، مشدداً على أن طابع التحرك سياسي. ولفتت مصادر متابعة عدم تأثر سعر صرف الدولار في الساعات التي واكبت المواجهة بين القاضي عون وحاكم مصرف لبنان، وأكدت المصادر أن قرار السيطرة على سوق الصرف ساري المفعول أقله حتى الانتخابات النيابية. واليوم سجل تراجع طفيف في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة، وتراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 20,850 و20,900 ليرة. في ميونخ في ألمانيا يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر الأمن، إلا أنه لن يكون بمقدوره الكلام عن أمن واحد موزع بين الأجهزة والولاءات، ولا عن استراتيجية أمنية للدولة الممسوكة من حزب الله والتي تطورت إلى الصواريخ الدقيقة والمسيرات. وعلم أن ثمة موعدين بارزين حددا لميقاتي خلال الأيام الثلاثة التي سيمضيها في ميونخ، الأول مع المستشار الألماني والثاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب اليوم أن جواب لبنان على المبادرة الكويتية أشار إلى كل القرارات أو كل قرارات الأمم المتحدة، وهي تحتاج إلى آلية، وبالتالي نحن بحاجة إلى آلية دولية وإقليمية تساعدنا على تنفيذ القرار 1559، فنحن لا نريد حربا أهلية ثانية. يواصل القضاة اعتكافهم عن مزاولة مهامهم لليوم الرابع على التوالي. الوزيرة السابقة القاضية أليس شطيني تحدثت عن معاناة القضاة كجزء من المجتمع اللبناني، ولفتت شطيني إلى أن أبسط حاجات القضاة غير متوفرة، إضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء، فلا تدفئة ولا أوراق لتسجيل محاضر ولا حتى أقلام، وهذه سابقة لم يشهدها الجسم القضائي. وعلى خط آخر وصفت شطيني ما يجري اليوم على أيدي بعض القضاة بموجة جنون، مستغربة محاولات تنفيذ قرارات بالقوة غير مبررة قانونا. أعلن المدير الطبي في مستشفى أوتيل ديو والأخصائي في الأمراض الصدرية الدكتور جورج دبر أن وفيات كورونا التي نراها في لبنان هي نتيجة أشخاص دخلوا إلى العناية الفائقة منذ أسابيع، والاكتظاظ سببه الكبار بالسن. وشدد دبر على أنه لا يمكننا التهاون بإجراءاتنا الوقائية لأننا لم نصل حتى الساعة إلى النسبة المطلوبة من عدد الملقحين، مستبعدا تخفيفها في الوقت القريب، خصوصا أنه بالأرقام لم تصل نسبة التلقيح إلى 80%. واعتبر دبر أن الدراسات تؤكد أن فعالية اللقاح من الأنف أقوى من العضل، فالفيروس ينتشر في الدم عبر المجاري الهوائية. رزق الله على أيامك يا ترامواي بيروت. سلطة الفساد لا تفكر إلا في مصالحها، والقطار ممنوع في عهدها.
تقرير وفاء مكارم. قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم الذي استغنى عن خدمات سكك الحديد، وإن كان ذلك بفعل الحرب الأهلية وقلة الحس العام عند طبقته السياسية، إلا أنها تعود بعد 28 عاماً إلى الواجهة من البوابة الإسبانية، حيث أكد السفير الإسباني في لبنان أن بلاده تخطط للاستثمار في مشروع سكك الحديد على كامل الأراضي اللبنانية من خلال هبة غير مشروطة. وتشير المعلومات أن الشركة الإسبانية المكلفة بإعداد دراسة المخطط التوجيهي والجدوى الاقتصادية تعتبر من أهم الشركات العالمية ولديها خبرة واسعة في هذا المجال. قطارات لبنان التي باتت قطعاً أثرية قد تكون سكة الخلاص لمرفأ بيروت لينفض عنه غبار الانفجار ويعود صلة الوصل بين الشرق والغرب، فتربط سكك الحديد المرفأ جنوباً وشمالاً إلى الحدود السورية وصولاً إلى العراق والدول العربية الأخرى، ما سيسمح للبضائع الأوروبية وغيرها للتنقل بسهولة من مرفأ بيروت إلى العالم أجمع. المخطط التوجيهي لسكك الحديد الذي قد ينتهي في آب المقبل يشمل 407 كيلومترات، وسيتضمن دراسة إنشاء نفق في مرتفعات شرق البلاد، وعل هذه الدراسة تبصر النور على أرض الواقع وتضع حداً لدفع رواتب لأشخاص عاطلين عن العمل تناستهم موازنة ميقات التقشفية على ناس وناس. قطارات كالوزارات أكلها صدأ الفساد والمحسوبية والاستنسابية، فهل يعود قطار لبنان إلى السكة الحديدية ومنها إلى السكة التصحيحية الحقيقية؟ أمنياً، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار العمل على تفكيك شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد رصد ومتابعة حثيثة قامت ودامت قرابة 5 أشهر، تم التوصل إلى تحديد هويتي شخصين من أفراد شبكة لتهريب المخدرات وهما من التبعية السورية، وبعد نصب كمين محكم لهما تم توقيفهما وضبط معهما طرد معد للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية يحتوي على صناديق فيها 5 نراجيل ومخبأ في داخلها حوالي 30,000 حبة مخدرة من نوع الكبتاجون. وفي محلة رميلي في الأشرفية اقتحم مسلحون مكتباً للأو إن تي وقاموا بسرقة كمية من المال لم تحددها التحقيقات بعد. وشهد سوق القمح في طرابلس سرقة من نوع آخر، حيث أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة ما يقارب 20 مكيف هواء بالإضافة إلى الأقفاص الحديدية التابعة لها، كما قاموا بسرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بكهرباء أو بشركة كهرباء لبنان وبأصحاب المولدات الخاصة. وأمنياً أيضاً، ذكر المتحدث باسم الجيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عن تسلل مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وقال إنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية. وصدر بيان عن جيش العدو يعترف بشكل رسمي بفشله باعتراض الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض: القبة الحديدية، المقاتلات الحربية، المروحيات، ويؤكد أنها عادت بسلام إلى لبنان. على صعيد آخر، اجتازت قوة مشاة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل السياج التقني عند محلة كروم الشراقي قبالة بلدة ميس الجبل. من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة العدو اتخذت إجراءات تحسباً لمواجهات قد تحصل اليوم الجمعة في القدس والضفة الغربية على خلفية التوترات المتصاعدة خلال الأسبوع الأخير. وأكدت هيئة البث الإسرائيلي مكان استمرار الانتشار المكثف لقوات الشرطة في حي الشيخ جراح وباب العمود والبلدة القديمة في القدس تحسباً لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة. سويسرا الشرق لم يبق منها إلا الاسم بعد سيطرة الطبقة الفاسدة والسلاح الإيراني. تقرير جوانة الحوق. الخيار لكم أيها اللبنانيون،
الجحيم أم سويسرا الشرق؟ على عكس ما نعيشه اليوم من انهيار اقتصادي وتدهور معيشي، والتي كان أحد أهم أسبابها السلطة السياسية التي احتكرت السلطات وسرقت الخيرات والأموال، نعم، لبنان كان لقبه قبل الحرب الأهلية سويسرا الشرق، وهو في الحقيقة يتميز عن طبيعة سويسرا أن جبله يغسل رجليه في البحر المتوسط، ويشبه لبنان سويسرا بتنوع شعبه. عندنا طوائف تتكلم نفس اللغة، وعندهم عرقيات يتكلمون لغات متعددة. أما الشبه الأكبر هو النشاط المالي، فلبنان كان المركز المالي للشرق الأوسط، وسويسرا اكتسبت شهرتها في هذا المجال. ولا يمكن هنا أن ننسى ازدهار لبنان في مجالات أخرى فنية وفكرية وجمالية، ومن ينسى ملكة جمال العالم جورجينا رزق. وفي العام 1963 كان لبنان المركز الرابع عالمياً في النمو الاقتصادي، وقوة هذه الدولة كانت تكمن في مواقفها وفرض شروطها عكس ما نعيشه اليوم وسيطرة الخارج علينا. أما اليوم فهو بين البلدان الأكثر تدهوراً ومديونية، وهو كان ملتقى المستثمرين العرب وعشاق الفن والحرية واختصار عشاق الحياة. ولكن للأسف زعماء الطوائف استطاعوا أن يفرقونا، نعم، استطاعوا أن يحولوا هذا البلد من بلد الأمن والعز والعصر الذهبي إلى بلد الصعوبات والنزاعات والتفرقات. وبعد أن كانت عاصمتنا بيروت باريس الشرق، أصبح اللبنانيون المهجرون من دولة يلي مش عاجبه يفل متسولون في باريس وفي عواصم العالم. المفروض من الشعب اللبناني أن يقول كلمته في انتخابات أيار المقبل، لتعود بيروت عروس العواصم ويعود لبنان أجمل البلدان. من أخبارنا العامة أيضاً، وفي فرنسا شل إضراب كبير حركة القطارات على معظم خطوط شبكة المترو أنفاق باريس اليوم، ما أعاق تحرك الملايين مع مطالبة العاملين برفع الأجور بقدر أكبر مما عرضته الإدارة. لا يختلف اثنان على أن أزمة موسكو مع جارتها الغربية أوكرانيا لا تقتصر على سعي الأخيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فمن ضمن أكبر المخاوف التي تؤرق الرئيس فلاديمير بوتين توسع الحلف والولايات المتحدة أيضاً عسكرياً في دول تحيط بروسيا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، على الرغم من تأكيد الناتو مراراً أن سياساته دفاعية وليست هجومية. وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، ذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن رئيس بوتين سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية غدا السبت، تشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. في المقابل أعلنت روسيا أن وحدات عسكرية جديدة عادت إلى قواعدها في الشيشان وداغستان بعد انتهاء مناورات في شبه جزيرة القرم، ودعت روسيا الغرب إلى وقف ما أسمته بالهستيريا حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن نقل قواتنا داخل أراضينا حق سيادي لنا. في غضون ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع قادة الدول الحليفة اليوم حول الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. وفي السياق أعلنت الخارجية الروسية الأمريكية أن وزير الخارجية سيلتقي نظيره الروسي الأسبوع المقبل ما لم تقدم روسيا على غزو أوكرانيا. وفي المواقف أيضا اعتبرت ألمانيا أن روسيا تعرض أمن أوروبا للخطر بمطالبها التي تعود إلى أيام الحرب الباردة. اندلع حريق على متن سفينة تقل 237 راكباً في سواحل اليونان،
وفي أفغانستان أعلنت حركة طالبان عن وفاة الطفل حيدر الذي وقع في بئر مياه ولاقى الطفل مصير الطفل المغربي الذي شغل العالم حيث وصل إليه رجال الإنقاذ بعد أن فارق الحياة. وكالعادة اكتفت السلطات بترف دموع التماسيح ولم تتخذ أي إجراء لمنع هكذا حوادث ويذهب ضحيتها الأطفال. على خط كورونا، أعلنت السعودية تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول من بينها لبنان بسبب تفشي كورونا. ويذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت البارحة عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، كما وأعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات 24 السابقة. وأخيراً، في كندا اعتقلت الشرطة إحدى قادة الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا. وقفة مع جولة ترينس مع يارا زين الدين. هي ظهر مقطع فيديو منتشر على موقع تويتر لحظة طرد راكب وهو بيتجادل مع إحدى المضيفات من طيارة أمريكية بسبب كمامة كان لابسها مكتوب عليها Let's go براندو، عبارة ضد جو بايدن، وهو اتجاه شعبي بيسخر من إدارة بايدن والتغطية الإعلامية للرئيس الأمريكي. شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المتابعين مجموعة صور بإجاد إطلالة إلها، ووصف الجمهور بالأنيقة واللافتة. وظهرت نوال بالصور وهي بتلبس فستان فضي لامع قصير وميك أب ببين جمال وجهها. اكتشف علماء الفلك بالفاتيكان جسم جديد غامض وراء نبتون يمكن أنه يساعد بالبحث عن الكوكب التاسع المفترض لنظامنا الشمسي. وبيستغرق الجسم العابر لنبتون المسمى XD 2021 286 سنة لينتقل حول الشمس، وهو بالتأكيد أصغر من كوكب بلوتو القزم، وبيتميز بمدار غريب بيميل لحد كبير أكثر من حركات الأرض والمريخ والكواكب الثانية. توصلت دراسة جديدة واسعة النطاق لدليل بيربط بين الجاذبية الجسدية والعمل الجيد للجهاز المناعي. وجدت الدراسة اللي شملت اختبارات الدم أنه الأشخاص اللي بيتمتعوا بمظهر جميل محظوظين بجهاز مناعي أفضل، بيجذب الرجال والنساء أكثر جسدياً إلهم. نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي فيديو جديد مؤلف من مجموعة صور من طفولتها وقرنتها مع صورها الجديدة. وظهرت فياض ببعض الصور مع بناتها دانييلا ورهف، وكتبت تعليق مهضوم قالت فيه معقول ده هو ده كتير تغيرت. ده هو ده؟ ايوه يا حاج. ده هو ده؟ ده انه هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاج. ده هو ده؟ ده انه هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاج. ده هو ده؟ حلقتنا لليوم خلصت، اخبار عديدة ومتنوعة بانتظاركم بكرة. Stay safe and keep trending. مرسي يارا. والآن جولة رياضية مع زميل زاهر كرامي. بونسوار، رح نبدأ جولتنا من الفنون القتالية، حيث أحرز لبنان ميدالية فضية باليوم الثاني والأخير من البطولة العربية للتايكواندو يلي قيمت بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة. وجاءت ميدالية ذهبية بواسطة اللاعبة زوي حجار بوزن تحت 52 كيلوغرام، والميدالية الفضية بواسطة اللاعب فؤاد ظريفي بوزن تحت 55 كيلوغرام. وسبق لبنان أن أحرز 5 ميداليات ملونة من اليوم الأول بالبطولة، وجاءت الحصيلة النهائية لمنتخب لبنان بالبطولة العربية 7 ميداليات ملونة. رح ننتقل لرياضة التزلج، حيث تعثرت المتزلجة اللبنانية منون عويس بالمرحلة الثانية من سباق التزلج الأولمبي اللي خضته اليوم ضمن فعاليات أولمبياد بكين الشتوي 2022. وسقطت عويس بالجولة الثانية بعد ما كانت أنجزت الجولة الأولى وحلت بالمركز 54 من بين 82 متزلجة.
نظم اتحاد لبناني للسكواتش بطولة السيدات لسنة 2022 على ملاعب منتجع الميرامار بالألمون، وحضر رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة محمد وعدات والوزير السابق اللواء أشرف ريفي ورئيس اتحاد اللعب مروان حكيم وأمين السر رويدي فرو ورئيس اللجنة الفنية المدرب ظافر كبارة المشرف ومنظم البطولة ومسؤول الرياضة بأمن الدولة العقيد الدكتور فادي كبي والأمين العام لاتحاد لبناني للثقافة البدنية منى حرب كبه واللاعب المميزة شريفة أبي عز الدين. وفيما يلي نتائج نهائية للبطولة الأساسية: مركز أول سابين سماحة، مركز ثاني سوسي كاجاجيان، مركز ثالث سيمون أبي جودي، وحلت بمركز الرابع أوديت صليبة. وبالبطولة الرديفة جاءت نتائج نهائية كالآتي: مركز أول أماني كراجا، مركز ثاني ليديا صليبة فرنجية، ومركز ثالث لين كبار. أعزائي المشاهدين، هذه كانت جولتنا الرياضية لليلة. موعدنا بتجدد نشط بكرة وعودة للزملاء بالأخبار. جولتنا المسائية انتهت. تتابعوننا على موقع tv17.com. إلى اللقاء.